الترابي كفر الصادق المهدي. لكن ده سنة كم؟ ده كان سنة 1998. كان في جماعة هنا لسه كان بيرضاوا 1900 ده الجيري ده ذاته. انت قال صورة من الوقت ده كان كاجيما قاعد بيها، عرفتها؟ لأنه كان قبل سنة ما يدوش اللوت. بعد ما ادوش اللوت بقينا نمرقة طوالي. طيب ده جريدة ألوان العدد 775 بتاريخ السبت 12 رجب 1419 الموافق 31 أكتوبر 1998 ميلادي، صفحة 8. دكتور الترابي، وده يا جماعة ما حاجة بعيدة يعني. شوف ذاته كان أغبش كيف، ظن الوقت ذاك ما لهت كويس. ما الترابي قال أكلت أموال الشعب، ودي مجلة الدستور. ترابي قال في الماضي أكلنا أموال الشعب وسخرناها لمصلحتنا، أستغفر الله. هل أستغفر الله بتنفع في زول أكل أموال الناس وعنده مال ما درجة؟ بتنفع؟ شروط التوبة 3، الإغلاء عن الذنب فورا والعزم على ألا يعود، وتاني شنو؟ والندم على ما فات، والرابعة إذا كان دي حقوق ناس زي شغل الترابي والشعبيين الحرامية. الترابي قال كده، قال أكل أموال الشعب، أموال الشعب وسخرناها لمصلحتنا الخاصة. فسرها لي. أصل سرقة كيف؟ أنا داري أعرف السرقة أكثر. وده ما سرق من محمد وده أحمد وحده، ده سرق من شعبي كامل. زلط وزلطات أكل الترابي، كبري وكبريات أكل الترابي، عرفت كلامي أنت؟ أكل بترول شربوا الترابي، هضموا بشنو؟ علم ربه. ده كله لهض الترابي. طيب نشوف الترابي ده كان بيكفر الناس، مش اللي بيكفروا بالقرآن، اللي بيكفروا ببعض بجزء من القرآن. كفر بس صادق المهدي الوقت ذاك. الترابي مع صادق المهدي معارضة ضد بعض. ها؟ قال دكتور الترابي في حديث مثير لصحيفة خليجية، أها ما قلت شنو أنت؟ قال الترابي الصادق المهدي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب. أها، قال له أنا لا أعتقد أن هذه الاتهامات دل المحرر تنسجم مع الحوار الذي تدعو إليه. قال أنا لم أحاور النصارى، ده الترابي المحرر. قال له هل تريد أن تحاور الصادق المهدي باعتباره أصبح نصرانيا الآن؟ الترابي هو ليس نصرانيا، هو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه. هو يؤمن بالراتب والصلاة والزكاة والحج، والزكاة الخاصة والحج. المحرر وبما يكفر الصادق المهدي؟ الترابي يكفر بالحكم بكتاب الله، يكفر بإدارة الاقتصاد كما أرادها كتاب الله، وكذلك الحال بالنسبة للعلم والفن. قال برضو صادق ده كافر لأنه بيكفر بالعلم والفن. طيب ها، وهكذا، ده ما موضوع ناس، لكنه يؤمن بثقافة عامة إسلامية وعبادات شخصية. المحرر إذن على ماذا تريد أن تحاوره؟ الترابي أحاوره أولا لأرده إلى دينه كله لأن أسرته دينية. ذاك ما مرق قال من الدين صادق المهدي، ترابي ده رجعه للدين تاني. ها؟ طيب الكلام ده ذاته بناقض كلام تاني، بناقض شنو يا جماعة؟ إنه الترابي قال ما في حاجة في الدين اسمها شنو؟ ردة. الترابي سنة 1998 كان بيرى إنه حاجة في حاجة اسمها ردة، وأول من ارتد الصادق المهدي. والترابي قال أنا رجعوا للدين لأن أسرة الصادق أسرة إسلامية. شوف 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 التناقض ده كيف. ده واحد تناقض. رقم اثنين، الترابي لما سألوه هل تريد أن تحاور الصادق المهدي باعتباره أصبح نصرانيا الآن، قال هو ليس نصرانيا. ده الكلام، هو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه، يؤمن بالراتب. اسمع الكلام ده، خط طعته خط. الراتب واحد، والصلاة اثنين، والزكاة الخاصة والحج. يعني دي كل أشياء من الإيمان، الصلاة والزكاة، سميها عامة سميها خاصة، وشنو يا جماعة؟ والحج. الترابي هنا ده بعد كم سنة يا ربي قال ما في حاجة اسمها زكاة ذاته. شوف الزول ده زول كذاب ومنافق لياتو درجة. دي وثائق، أنا ما بتكلم صحيح، وثائق اتحدى بها أكبر حبوبة شعبية، أكبر حبوبة.